فاضل لي حاجة بسيطة والتجربة تنجح. يوسف انت بتعمل ايه؟ وايه صوت الخبط ده؟ خضتيني يا ماما، مش تخبطي قبل ما تدخلي؟ ايوه انا بحب اخضك. وبعدين انت بتعمل ايه في العربية بتاعتي؟ ماما انا بحاول اعمل اول عربية تمشي في المية، انا متحمس قوي، هتبقى تجربة مجنونة. ضحكتني والله، بقالي كتير ما سمعتش حاجة هبلة زي دي، عربية وتمشي في المية. طيب يلا دور العربية ووريني. بص يا ماما هبهرك يا قوي. لا لا ايه اللي حصل؟ انا اسف يا ماما بوظتلك عربيتك. عربيتي الجميلة، عربيتي راحت، كل ده بسبب غبائك. ويلا بقى روح ساكرلك حاجة تنفعك بدل اللي انت بتعمله ده. عربيتي عربيتي. انا مش عارف اللي حصل، بس انا هثبت لماما اني مخترع، انا لا يمكن اكون غبي، انا عارف نفسي، انا ذكي جدا. لا انا عبقري، هروح اشوف ايه الغلط بالظبط. انا لازم اشوف ايه الغلط في التجربة. ايوة كده، المفروض احط الصوديوم واحط الالومنيوم والزبيب وعين الجمل. ايه اللي بقوله ده؟ انا شكلي جعان ولا ايه؟ كده التجربة تمام، محتاجة اجربها تاني في العربية. ازيك يا يوسف بتكتب ايه؟ ازيك يا ليلى، كنت بكتب اخر النتيجة للتجربة. تقصد مشروع العربية اللي بتمشي على المية؟ ايوة بالظبط، بس ماما بتقول عليا غبي. لا دي فكرة ممتازة، انت ممكن بسببها تبقى مليونير. بصراحة انا ما يهمنيش الفلوس، انا عايز اغير العالم. بس انا عايز اطلب منك حاجة يا ليلى، الورقة دي بتاعت الاختراع انا خايف عليها جدا، فانا هسيبها لك وانتي ارجوكي حافظي عليها. طب ايه الورقة دي بالظبط؟ الورقة دي بتثبت ان المشروع ده ملكي انا، علشان محدش يسرق فكرتي. ايوة فهمت، بس خد بالك علشان زياد جاي وراك. ازيكوا يا فاشلين، عاملين ايه؟ لا لا مفيش حاجة يا زياد، يلا امشي. ماشي بس وريني الورقة اللي معاك دي الاول. زياد ما تهزرش، هات الورقة. ثانية واحدة، ايه ده؟ عربية بتمشي فوق المية؟ دي فكرة جديدة وجامدة. زياد هاد الورق ما تهزرش. مش مهم خد الورقة، انا حفظت كل اللي فيها، انا ذاكرتي قوية جدا. مش مهم امشي بقى يا زياد من قدامي. ماشي انا هسيبك، انا اصلا مش عايز اقف معاك، انت شكلك وحش اصلا. زياد درخم جدا بس امور قوي. يا شيخ اسكتي، هو انا ناقصك؟ انا همشي سلام. كده بقالي سنة في المشروع ده، يا رب انجح بقى. ماما ماما انا خلصت المشروع، تعالي بسرعة يا ماما العربية جاهزة. تعالي بص يا ماما. يا ماما ما تمشيش، العربية باظت. ايه يا ماما اللي عملتيه ده؟ انت دمرتي العربية. انا كنت بحسب ان انا بنقذك يا حبيبي. يا ماما دي اول مرة تتحرك وشكلها اخر مرة. انت ليه مصر على موضوع العربية ده؟ روح شوف اي حاجة تعملها، روح العب بينج، العب بولينج، العب باسكت بول. يا ماما دي الحاجة الوحيدة اللي انا بعرف فيها، صدقيني كانت اشتغلت. سيبيني يا ماما بقى، انا اول لما ارجع من المدرسة هبقى احاول اصلحها. افكار معفنة،
كان عمل لي احسن حاجة اقطع بيها البطاطس. ايه ده؟ ده لا يمكن يكون حصل. زياد. ايوة انا زياد. ايه رأيك في الاختراع بتاعي الجديد؟ انا اخترعت عربية بتمشي على المية. ايه ده يا زياد؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ كويس انك جيت عشان تشوف الاختراع بتاعي الجديد. انت سرقت الفكرة بتاعتي وانت عارف كده كويس. انا ما سرقتش اي حاجة، انت بس شجعتني ان انا اعملها. شجعتك ايه؟ دي فكرتي، ده انت عامل نفس العربية بالزبط. لا مش بالزبط، عربيتي لونها اخضر. وعلى فكرة في شركة عايزة تشتري المشروع ده مني. لا لا لا، ما تبعش المشروع، انا ممكن اشتريه منك علشان انا عايز افيد الناس. وانا ما يهمنيش الناس، انا عايز 10 مليون دولار. انت هتلاقيك مش معاك غير 10 جنيه. يلا باي باي، انا اروح اجرب عربيتي في المية. انا مش مصدق اللي حصل ده. يوسف معلش على اللي حصل لك. انت عرفت اللي حصل لي؟ ايوة، زياد وريني العربية وعرفت انه سرق فكرتك. ايوة انا مش عارف اعمل ايه. يوسف انت المفروض اذكى منه، وانت لازم تحل المشكلة اللي في عربيتك وتطور منها كمان. عندك حق، انا لازم اخلي عربيتي احسن من عربيته. يلا سلام، اشوفك بعدين. محاولة اصلاح رقم 200. انا عندي امل المحاولة المرة دي تنجح ان شاء الله. نجحت نجحت. انا مش مصدق نفسي، انا هروح اجربها في المية. الله علي وعلى افكاري، انا تحت المية. انا نجحت انا نجحت، انا هروح افرح ماما. ماما ماما انا نجحت يا ماما. نجحت في ايه؟ هو الامتحانات قربت؟ لا يا ماما، انت مش شايفه العربيه؟ انا عملت العربيه اللي بتمشي على الميه. ايه ده؟ ده بجد؟ ده بجد؟ انا مبهوره مبهوره. انت عبقري يا يوسف، عبقري، انا فخوره بيك. ايه ده يا ماما، انت بتقولي عليا عبقري؟ اخيرا. انا ما كنتش متخيله ان انت ممكن تعملها بصراحة، أنا كنت متخيلك عبيط، بس أنا فخورة بيك، أنت فعلا عبقري وأنا أسفة. وناوي تعمل إيه بالعربية يا حبيبي؟ أنا هخلص الأول مدرستي يا ماما، وبعدين هعرض فكرتي على شركة كبيرة. يلا يا ماما، أنا هروح أوري أصحابي العربية. تاني يا زياد، نفس عربيتي برضو؟ واضح ان احنا بنفكر زي بعض بالظبط. لا انت اللي بتراقبني وبتسرق كل افكاري. انا هعرض عليك حاجه يا يوسف، ايه رايك نتعاون مع بعض ونبيع الفكره سوا انا وانت؟ بس انا صاحب الفكره دي. وانا منفذ نفس الفكره، فيعتبر انا صاحبها. ايه رايك نبيع الفكره وكل واحد ياخد 50% من المكسب؟ انا هحاول اصدقك المره دي يا زياد. ماشي اتفقنا، هنبقى شركه انا وانت. ماشي يلا نبدا الشغل. انا وانت يوسف هنبقى تيم هايل. ايوه عندك حق يا زياد. انا مش عارفه ازاي انت بتثق في زياد، ارجوك خد بالك منه. ما تقلقيش انا عامل حسابي. انا تعبت جدا، انا هطلع اعمل لي شاي وهعمل لكم معايا. انا هطلع اشوفه بيعمل ايه. ايوه يا فندم، بقول لك فكره المشروع خلصت، انا مستعد ابيعها دلوقتي. لا انا مش معايا اي شركه،
الفكرة دي بتاعتي أنا بس. هاخد كام؟ 20 مليون دولار؟ أنا موافق موافق. يا ريت نتقابل بكرة الساعة 10 وهسلمك كل حاجة عن المشروع. يوسف يوسف، زياد بيخدعك، هيبيع المشروع بكرة الساعة 10. أنت متأكدة يا ليلى؟ أيوة، سمعته وهو بيكلم الراجل. فاكرة الورقة اللي أنا سبتها معاكي اللي هي فيها ملكية الاختراع بتاعي؟ أيوة أيوة فاكراها. خلاص بكرة تجيبي لي الورقة دي ويلا بينا نمشي. ودول 20 مليون جنيه زي ما اتفقنا؟ لا، في ايه يا ابني؟ مالك بتزعق ليه؟ انا جاي انقذك، الولد ده بينصب عليكي، الاختراع ده فكرتي انا. الكلام ده حقيقي؟ لا لا ما تصدقهوش، دي فكرتي وانا اللي منفذها، ده كذاب. ليلى طلعي الاثبات. ورقه ايه دي؟ دي الورقه اللي بتثبت ملكيتي للفكره. زياد الكلام ده حقيقي؟ ايوه حقيقي، بس احنا شركة، انا عايز الفلوس دي. هو معاه اثبات ان الفكره فكرته، فمبروك عليك يا يوسف، خد ال 20 مليون دولار، انا عايزه الفكره كده تمام. والعربيات دي بقت ملكي دلوقتي، محدش ينفع يركبها منكم. يلا سلام. انا اللي عملت كده في نفسي، ارجوك يا يوسف اديني حتى 2000 جنيه. بقينا اغنية. هي بقينا اغنية. هي بقينا اغنية. هي بقينا اغنية. هي.